بعيد، لازالت الفرصة خطيرة لفيرونا، هذه بالرأس في منطقة الجزاء على الطاير في الجول. جوش دويك اسكتلندي يضرب شباك سيلفستري ويسجل الجول الأول. قلت لكم لا يريدون أن يتكرر ما حدث في أبريل 2018، ثلاث خسائر على التوالي، وحتى الحديث كذلك عن ثلاث مباريات بدون أن يسجلوا مع مياساتها. وصلوا إلى المن في هذا التوقيت بالذات، هنا الكرة تلعب من جديد، وصلت إلى منتصف الملعب، المحاولة فيها مرور، هذه خطيرة إيبيتو، هو ومن غيره البرتغالي يضرب الشباك. قلت لكم شعور مختلف تماما بعد التبديلات، شعور سوتال أن يصل إلى الشباك، عنوان حاضر بعد التغييرات. هودوجي حتى لمن؟ لسامارتزيتش ديولوفيو، يا لها من رباعي. إنما هنا الكرة، من يلعبها؟ سامارتزيتش يرفعها بالرأس في الشباك، الله، إلى المركز الثاني، إلى الوصافة. قلت لكم كرة الجول، كرة الهدف عن طريق العملاق السلوفيني جاكا بيول، يطير فوق الجميع ويضرب الشباك ويغني على ليلى في بلاد البنت غودي، في مسرح فيرونا، هنا في الأرينا دي فيرونا.